مرحبا. حي الله عمي. هلا والله ومرحبا. هلا باللي لفانا، هلا باللي لفانا، هلا باللي لفانا. هلا والله ومرحبا. حي الله عمي. هلا والله ومرحبا. شو اخبارك؟ يلا حيو شلونك؟ كيفكن يا جماعة؟ اي هلا منيحين؟ منيحين. شو أخبارك عمو؟ مين جايلو أنت؟ أنا هلا جيتك من لبنان. من لبنان؟ إيه جيتك من اللي من لبنان؟ بواحد كان زك لمنا الشيخ زليطان. هي بي أخوه. بي المرحوم. خيك المرحوم. ما تخلينا نجلس الله يرحمه شوية. ما تخلينا نجلس شوي يا عمو. الله يرحمه قعدت قبلي قال انت ولد اخوي. شو اخبارك؟ الله يرحمه. هلا انا الشيخ. هلا الشيخ هون. انا الشيخ. انت الشيخ؟ ايه يعني اخوي الله يرحمه يا مات هذا ولده. هات ولده. انت من ولده انت؟ هلا انا بقول لك انا ولد الشيخ زليطان. الله يرحمه اخوي. إيه؟ زليطان انت ولده؟ ايه هلا بي مات. بعرف بتكلم سعودي. حنا نوي نكوش على الحلال ونغزي الديار ونوسع الصدر. شو بتقول؟ يجي هذا ولد زليطان. منين طلعت يا ولد زليطان؟ منين طلعت يا ولد زليطان؟ عمو هلا شو بتقول انت؟ شو بنقول؟ شو بتقول؟ كل اسلاكي طاحت بهذا. شو بنقول؟ ايه هلا هلا الشيخ المفروض بيجيبون له القهوة، بيجيبون له الأكل. من يوم قعدت وأنت هلا زليطان أنت والروج أنت شو؟ من شو؟ من لبنان. شو بتضحك علي؟ من لبنان علي؟ أنت من لبنان؟ إيه من لبنان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شو هيدا يا عمو؟ شو بتقول أنت؟ بعدين شو هالمسدس هاي وشو بعرفك على قبيلتنا. شو اسم قبيلتنا بالله قول لي؟ المرحوم زليطان. إيه ابوك زليطان. الله يرحمك. الله يرحمك يا بي. ابو نجر. الله يرحمك يا بي. محسوبك ابو نجر. ابو نجر انت ما بهديره الا غزيتها. ما بهديره الا اخذت حلالهم. إيه. اخر واحد خليته يغادر من الديره وايل وايل وش اسمه وايل 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 هلا بذكره. الله يجيب بي. قال لي وايل ياسين. وايل ياسين. ايه بذكره وصل صيتي عندك. ايه شو هيدا؟ احنا بنعرف القبيله وبنعرف شف. احنا مو قبيله الذواوي. الا قبيله الذواوي. احنا قبيله الذواوي. ايه اللي ما مثلها قبيله. ايه هلا قال لي بي. ايه قال لي احنا من فخ المواقيت. المواقيت. إيه المواقيت. اذا قبلوك رجال قل حنا من فخذ المواقيت. إيه. هلا شو بقدر اقول لهم كذا قصيده؟ قل الليله يزين جو الليله الملعبه كل حضر بيني وبين الثاني. إياه يخرب بيتك الثاني. إياه يا نجر يا نجر. هذا فارس القبيلة نجر. نجر وبالليل نسميه عقاب. تعال 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 يا نجر. هيدا فارس القبيلة. هذا فارس على نفسه. شو فارس القبيلة؟ قم قم استقبل نجر. الله. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ طيب. يا مرحبا يا مرحبا بالإجانة. لا نجر لا 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 بس بس شو؟ بس يا نجر ما تخليه قهوة الشيخ. بس يا نجر هذا نجر. ايه مع حصن ما شكله غبار. الحزام ده اللي عليه والحركات. ايه ده السيف. قتلت فيه كم واحد؟ والله هم اللي 10. اي هرب منهم 9. اي والثاني ما لحقت عليه. اي العاشر. ايه انت ما جالك اصابات؟ ما جالك؟ الحمد لله ابشرك. طيب نجر فارس قبيلة الذواويق. ما شاء الله نجر احنا في فخز المواقيت. اي عم بقول لعمي
اي هذا من الفخذ عندنا. إيه؟ فخذ المواقيت. إيه؟ هذا نقل. في عندنا فخذ يقال له فخذ الحامض حلو. إيه؟ هذا ما حد يحبه نقاد. هو الفخذ هو اللي بشيخهم بيقولوا عنه ياسر. ياسر العباس. إيه؟ وصديقي عنده صديق مدلقم 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 اسمه اسيد طويل. إيه؟ مدلقم. واحد طويل اسمه عادل. عادل عادل بن هيف. عادل هيف. ذبحته ولا ما ذبحته؟ لا والله ما لحقت عليه. ما ذبحته؟ ما لحقت عليه يا عم الشيخ. وقالوا لي هيك كمان في أبيلة في فخز في أي. أبيلة الدواوية. أي. قالوا له الصويفرة. دي بيقودها عرفتها شيخهم بيقولوا عنه شو بيقولوا عنه شو؟ هادي. هادي. هادي الصالح. هادي الصالح. حق الصويفرة. الصويفرة هذه تسمع صوتها عندكم في لبنان وعندنا في قبيلة الذواويق. سمعتها الصويفرة يدخل كذا 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 يمشي من عند الباب. هلا عامر أنا بدي أطلب منك طلب. اي تقبش قلبي شو حبيتك نجر. أنا بروح نجر. اي نجر. نجر اسمه نجر ده فارس القبيلة. يا عقاب هذا عقاب. هذا عقاب ولا نجر؟ زبط الرجال دم يزبط الماكي. الخميس الجمعة نجر وباقي الأسبوع عقاب. إيه هلأ بدي طلب منك طلب. أبشر بعزك. تقبش قلبي. بدي تقول لي قصيدة. قصيدة. قصيدة إيه. يجونك الشعار بعد شوي يعطونك. طيب. القصايد. قول لي قصة. أنا فارس. قول لي قصة كذا عن فروسيتك وعن عن شجاعتك. والله طال عمرك كل يوم لنا غزوة. إيه؟ وكل يوم لنا. يعني إيش أبرز غزوة بتقول عنها هيك؟ غزوة الذواق. الذواق. نعم. إيه؟ 81 يوم. إيه؟ في أرض الذواق. شو لكان؟ مرة طال عمرك نفرح فيها ومرة تجينا ظروف ونتغلب عليها. وأبشرك الأمور طيبة. بيز الله يجيكم. مع الشيخ. يا نجر ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ هو يدور على العلوم ويدور على الاخبار. بيقول لي قصه الذواق. اي علمك ايه علمك ايه والله قصه منيحه. منيحه تعجبك؟ ايه ما هي منيحه. شو؟ قال قصه شامخه زينه وزينه علمه علمه يا نجر. والله ذا يا رجال ما بيتعلم. شو؟ هذا الله يستر بياخذ حلالنا. ما يعرف اني والحلال حق ابوه. ما يعرف اني انا الشيخ. هذا ابوه زليطاء. انت ما تعرف اني انا الشيخ. الشيخ هون. شيخنا ابو نجر. لا 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 لا, لا. هذا الوريث. هذا الوريث الله لا يعاقبه. بيقول ايه؟ هذا الوريث. هذا الوريث. هون انا الشيخ. الشيخة. هذا الوريث. عند ولد زليطان. شوف يا تعرف زليطان؟ اسمع به من عم الشيخ. شوف يا ولد زليطان. قول. حنا طاع عمرك نبي النادي ناس. ايه. نبي عقاب يجيبهم عشان انا عندنا ستة. ايه. ستة ستة خمسة ستة ودنا نرحلهم عند فخذ المحافظ الموازين. قالوا لي هيك في فخذ عندنا. قال لي هو كلمني شيخ القبيلة. شيخ فخذ الميزان. وقال لي شيخهم هذا بيقولوا عنه خالد محفوظ. خالد. وقال لي ما يحبونه. قال لي هو ولا يتمنى ان يجون عنده. هو من جماعتنا والحمد لله اللي فكنا منه. يعني بدي اقول لكم قصتي يا جماعه. انا بيي طلع امي وداها بيروت. اعوذ بالله. قصتي. اعوذ بالله. لا تفضحنا لا تفضحنا. وداني بيروت. لا تفضح المرحوم. وانا عشت هون في السعوديه. عشت هون في السعوديه. أي. جيت. وبعدها جاني خبر. اي انبي شلون عشت بالسعوديه وانت توك جاي لمنا؟ انا جيت هلا من لبنان. اي عم بتسوح. بتسوح عندنا بهذا سياحه هون. اي وقالوا لي بي توفى الله يرحمه. اي انت شو بتصور؟ انا اشوف العدو الليل تحرى. لا 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 القابله فيه عدو. أي. لنا. انا بكل صراحه انا ما بفهم حكيك. اي ايه وقالوا لي بي توفى الشيخ زليطان. اي فهلا الله يرحم. بي ما عنده الا انا. الله يرحمه زغيطان. الله يرحمه.
الله يرحمه. ليته الله يرحمه بي. ليته مضيعك. الله يرحمه بي. بقول لك الله يرحمه. ليته ما خلف. ها؟ شو؟ تكلم مع عم الشيخ. يقول شو؟ يقول ونعم ونعم الله يرحمه. إيه إيه الله الله ينعمه عليك ان شاء الله. الله يرحمه. هلا ما تنادي لي الجماعه. سته من الفرسان بس انهم ها. والله قالوا لي قالوا لي يبغوا سلف. بعضهم يتاخر، بعضهم ما هو بيهتم بالرفي، وبعضهم ينام جوا البث، بعضهم ها بوريك اياه. قال لي قال لي خالد ابو محفوظ ايه؟ قال لي انه عنده غزوه هلا. ايه؟ عنده غزوه الليله. ايه؟ ست الميزان. ايه وقال لي يبغى له سته. ايه يبغى يعني سته سلف. هو يبغى سته سلف للقبيله. هذا ما يعني هرج يا شيخ. وش يبغى؟ ستة سلف؟ يبغى. وقلت له أنت أنا كريم وأنت بتستاهل. أبشر بس سعد. أنا بسلفه بسلفه ستة رياجيل. ستة رياجيل شرواك يا شراك الطيب. نجر. هلا اسمه نجر؟ اسمه نجر. قول خميس وجمعة اسمه يا نجر. ولا أيام الأسبوع الباقي عقاب. 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 النادية. والله عاشت الاسامي يا عقاب. عاشت ايامك الله. هلا ما تنادوا لي يا شباب، ما تنادوا لي. نقر يسعدك يا عونك يا عم الشيخ. نادلنا واحد قال له من فرسان القبيله يرعى يرعى عندنا، يرعى حليل عنده. ايه شو اسمه؟ خليل تركي. اجيبه مربط ولا لا؟ لا لا ما تجيبه. لا 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 هو يلا من قبيلة الدواوي بنجيبه مربط. شو عيب عليك الكلام؟ يعونك يا عم الشيخ. ما شاء الله ما شاء الله يا اخلاقك يا ابن الزليطان. ايه اخلاق اخلاق الشيخ بيكون اخلاق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه هلا هلا خليل فينه؟ حيه 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 حيه. هذا خليل عندنا طال عمرك مطوع القريه ما شاء الله. مطوع فخذ الذواويق. هذا بيصلي فيكو. اي حياك الله خليل. شو اخبارك؟ منيح؟ شو حياك الله. الله بالخير. الله بالنور ورضا والعافيه. كيف امورك؟ هلا انت من ابي شو قبيلتك؟ هذا من فخذ الذواويق. هذا من فخذ من فخذ الذواويق. ذواويق. هلا هلا. اي اي والله ونعم. ما عليك زود. الله يزودك ان شاء الله بالصحه والعافيه. هلا ايش مشكلتك انت جاي عندي لعند الشيخ؟ والله يا طويل العمر والسلامه. ايه انا اشتغل في القريه اللي جنبكم. ها شو اسمه؟ ارعى الحلال. اي وادرس عيالهم. اي ما دون انقع بس طقولي يا شيخ. انت جاي ادور الرزق عندكم. ما دون انقع. الله الله تبي انقع؟ شو يعني ما دون انقع؟ ناوي يتزوج على امي يا ابو نجر. لا النية طيبة النية طيبة النية طيبة ما عنده نية انه يتزوج ثانية. لا والله لا ما له ام نقر ما بعدها بعد ما عنده نية. حل هذا خليل عرفته؟ شفت وجهه؟ ايه هلا هو ركز فيه؟ انت بتقول انك من القرية اللي جنبنا. اي نعم. ايه ومشكلتك العيال. اي نعم. ان كانكم تبوني ادرس عيالكم هنا ولا طقوك؟ كم طقه؟ كثير يا شيخ طقوني. طول بعرض تبكي هيك؟ هذا يا هذا يا ابن زليطان ترى هذا مدلل امه. مدلل امه؟ مدلل امه. والله واضح. والله انا بشوف بعيونه الدلالي. اي هلا هلا ما تطقهم. ما انكح لك على الثانيه. ما اعقد لك الثانيه. يلا يا خليل تفرق بين الدله و البريق. الله الله وش فرق؟ لا تلمسها لا تلمسها. هذه الدله البيضه. ايش فرق بين الدله والبريق؟ ها البيضه ذي دله. اي شانها حلوه. اي والدله ذيك صح. شو ما يعرف الدله؟ اطرده. لا ما تطرده. شو انت بتعرف للخيل؟ بعرف للخيل. شو أيه. شو انواع الخيول؟ في الخيل تقول ما اي شو، وفي الخيل تقول بو. قم يا قم يا خليل قم قم على كتاب. اطردوا قوم اطردوا يا نجي قوم اطردوا. خله خله ادرس عيالكم. خله. شوف يا تعال يا خليل ابيك توري ابن زليطان وشلون انت خيال وشلون انت. يلا عم بشوف. ما عندك الا وش اسمه؟ يلا ورني. اركب الخيل يا خليل اركب الخيل.
اي كذا على ورا كيف على ورا ما تعرف تركبه لا, لا ما تعرف تركبه يلا توكل على الله يلا يلا ادرس عيالكم طيب رح 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 ما تعرف تركب الخيل ارجع لهم يطقوني يا زين يا هذا بلا ابوك يا عقاب يا نقر هذا اطردوا من الجماعه هلا بفكر اطردوا من الابيله من ابيله الذواوي اي لانه انسان ما يعرف بالفروسيه بتوديه للميازين الشيخ زليطان بتوديه للميازين الميازين بفكر والله ما بيصلح هيك للميازين ما بيصلح انت هلا ما تنادي لي شخص ثاني بنشوف ممكن يكون عنده يعني فروسيه وعنده شجاعه شوفي يا مناور بعد لا هذا خيلي طال عمرك طيب خيلي انا وولدي طيب ما جيب لي نجر جيب لي هلا في شخص عندك شو اسمه خالد خالد ما تنادي لي خالد خالد البوضان ايه يصلح ايه قلبك هذيك نادي لي خالد السلام اهلا وسهلا حياك الله يا نجر هلا ومرحبا شلونك يا شيخ حياك الله طيب شو اخبارك الله يسلمك بسم الله ولد الشيخ زليطان ونعم معروف لا يعرف ساهل الله ينعم نعم والله ونعم الله يرحم ابوك الله يكرمك بخير ترجال الله يسلمك اي بالله شو اخبارك خير نحمد الله شلون عليك شلون صحتك منيح شلون القبيله والله ابيت الذواوي الحلال وشلون الربع والله الحلال ايه قالوا لي انه الفتره الماضيه كان ايه الحلال غالي شوي ايه ايه وعم بفكر ايه بشتري لي حمير وطعن قبل لا 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 ما هي عادة لابوك هذه ما هي عادة لابوك وجدك من قبلك لا 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 والله زليطان صح ما كانت عادته بس والله زليطان ما هي عادته عادته كسب الثمينة زليطان هذا والله احنا يعني شو انت بتقول كسب الثمينة يعني ايه شو ابوك زليطان علمه غانم بين القبائل الله يغنمك ان شاء الله لا مو الله الله يزيلك مو الله يغنمك يزيلك شو بتقول انت يا ابو يا عقاب اي تعال يا ابو هذا شو خليك مع ابن العم خليه يعلم هذا شو انا شيخ الابيله الله يرحمك شو بتقول الله يغفر ابوك هو خوش رجال ما جاءه منه الا طيب قول لي الخير بس لولا هالشقي قال لي جابك ورتعت بنا انا هلا قلت ايه للجماعه ايه انا جيت من لبنان ونعم ايه ايه وهلا جيت انت حبوا نجر ايه ما اعرف شو اسوي في الابيله انا عم بفكر احنا نسوي دوري كره قدم شو رايك حق سنع وام حق دبره والله ابو نجر احنا نستسلم ابو نجر يا ملك تايه تعال ابو نجر ابو نجر شو أيوة. ما عجبك كلامي خالد والله والله كلامك ما يعجبني اذا ما عجبك كلامي طق راسك بالشاص اخو مريم صحيح طق راسك والله لو مخافة الله واللي محلكم لا تسوي بك سالفه تسولف بهالعربانه 100 سنه قدام يا بس الحشمه لابوك الله يرحمه لا تهدد يا خالد الحشمه لابوك الله يرحمه فارس القبيله لا تهدد يا خالد فارس القبيله على الصدام انت فارس القبيله عشانك في على فراشنا اسمع انا جايك بعلم بيننا انا صافط لك الخير وانت يا عقاب وعلم ابو نجر اي انا جايكم وصلني خبر من الفريسه اللي عندنا يقولون قبيله الموازين يبون يغزونكم ايه هل عندك شجاعة؟ حنا ايه من لقدح في ساعة الساعة خله يا قال لي شاور بالعطا ما عطا شيء ايه ونعم 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 يا طول العمر عيد حنا جايين عيد 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 اللي سواه من لقدح في ساعة الساعة ايه خله ايه قال لي شاور بالعطا ما عطا شيء ايه ونعم من عند حالك يا عقاب شو حل عني شو كلامه كثير اسمع انا نبي نسوي محلف معك يعني بناكل شاورما انا نبي امر تعال يا خالد ابغاك شويه ها ابو نجر بسم الله تعال هذا انا ما ودي والله هذا ما بيعرف بسلوم العرب وخاف يطردك ايه؟ وانا بس بقول لك شعرك طيب الله يطول عمرك زينه ايه؟ الرجال هيدا تراك ترى امورك زينه بس انتبه ها ايه؟ انتبه ترى يشوفك عند الغدير الدور العصر يلا راح يلا 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 حسبي الله عليك شو هيدا بسمعكم تقولوا الغدير الغدير قال لي ذكريات معه قديمه اي لا تقولها لا تقولها عم بفكر اقولها لا تقولها مرتي من المرات لا لا تقولها شو خلها بالتكتك لا تقولها بدي يلا التيك توك هلا هون في القبيله في تيك توك هذه السياره الصغيره اسمها التيك توك بديره ايه اللي هلا
الحين يا شو زليطان شو خليل ما اعرف يركب الخيل ايه والله مشكله ونجر فارس القبيله ما يتعلموا مني كيف بركب الخيل علمهم بعد الحلقه ما بيش. عشان بعد الحلقه انت خابر ما شو بيسوي الخيل نادى اللي بعده شو بيسوي الخيل يا اللي بعده ما مين اللي بعده هلا انا جاي اديد اي تبي إيه. واحد انت تبي فارس اي هلا تبي فارس نبغى فارس يا نجر يعونك نواف بن مدوخ شرب عزك عطني اياه عطني اياه هبي 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 حي هذا يا ابن زليطان إيه؟ رجال إيه؟ كويس لكنه ينام 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 قطع عندها امور ما هي حلوه شو قاطع طريق لا مرت قبيله قطع طريقها ما هو ما هو ما هو ما هو ما هو كويس ارفع يدينك ارفع يدينك ارفع يدينك يا نجر عيال الناس لعبه عندك شو يا نجر تناديها مطردها محشوم شو يا نجر وين سلاحك ما تلحق ال هكا سلاح انت اسمك نواف هذا اللي ما حسبنا حسابها يا ابن زليطان هلا اجلس هون انقذ عمك ابن زليطان انقذ عمك لا انت محتاج انت صديق زين انقذ عمك يا ابن زليطان شو اخبارك نواف الله يسلمك قعد منيح مقلب لا ايش بسكرايب تابعونا وش على اعلمك على هلا جاي من هون من قبيله الذواوي اي اي منيح عليك شو اسم فخذك هلا بختبرك اختبار اصبر رح نواف امسك الخيل امسك اجي مع ورا لا يرفسك مع ورا جبه 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 اركبه اركبه اركب الخيل اركبه 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 اصبر اصبر امسكه امسكه لا ينطلق على المصاوير امسكه امسكه اي تعال 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 رايح جاي تعال رايح جاي تعال يا نواف تنام دايم فبلت يا حليلك يا حليلك تعال تعال نوخه 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 تدري كم غزوة أنا شاركت فيها؟ كم؟ ما تدري هذا يا شجاع. ابن زليطان نواف ابن مدوخ خلاص انزل يا نواف ولبقه خيل على الريوس بهذا لبقه طقه بالآر طقه بالآر كيف الاستعراض لك؟ رح هذا نواف زي ما قلت لك رجال بشاص 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 شفته؟ اي اي هذا فارس قبيله لكنه غدار غدار شفت سوى فيني تو بس انه مقلب هلا الغدر هي صفه مو مشكله لك وين ايش نواف نواف تفضل تعال هون هلا بقول لك كلمتين تفضل انت من الرجاجيل اي اللي مذكورين والله بالخير والله شو رايك بتكلم سعودي صح زانك الله يصح صح بدنك هلا ذكروا لي الرجاجيل اللي هونه اي ما عليك شيء انك رجال ما عليك شيء انك رجال ادع على ما يقولوا اي ادح اداحه يعني شو بحكي لك بالادح ما بادح قادح 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 الله يسلمك والله تفضل انا برشحك على دراية برشحك ما تنسى رجلك شو ما تحترم الشيخ زليطان شو قايل لي يهدد يا نجر على طول ارفع ايدك ما تعطيني الرشاش يا نجر اعطني السيف يا نجر تفضل قدام رشاش ايه هلا انت فارس من الفرسان الشجعان اي في عبيلة الدواوي اي دواوي بس هذا سلفناه كم مره ابن محفوظ كم مره سلفه اياه يروح يغازي معه ويرجع يغازي معه ويرجع صايد وفايد هالمرة ما ندري ما في هو يغازي ما معه في مشكلة. يرجع ولا ما يرجع الله ما في مشكلة بس هلا نواف انت فارس انت شجاع اريدكم تعدوا فعائل يا زين هالزين في غير الزين حلفتكم بالله اي شو يعني مسلسل بدوي انت شايف مسلسل بدوي اي ايه هلا بس مثل حجانك انا ما شفت انقلع من هون اقول انقلع من هون انت ركبت هالخيل مو مشكله هلا ابغاك تجيب لي فارس راس محاوش ايه هلا قالوا لي في فارس اسمه صالح نجاشي صالح ولد خالتك شو ولد خالته هلا نو لا ما تقول نو
هلا اترخص يا شيخ. ابغاك تودي الفرس معك وتوديها للفارس صالح. هلا بفكر اسلفك عند قبيله الميزان او ما بدلك نشوف. بدي ابن خالي يجيب الفرس. بي دائما بيشوفه هيك. أبعلك معلومه بيقولوا عنه شهم وقوي وشجاع. هوي ما يخاف جميع الذيابة. أسد أجل. صارم صهيليل. اجلس خلاص خلاص يا نواف. انزل 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 خلي. أهلا وسهلا ابن خالته. انزل انزل اربطه اربطه ابن خالته. شو أخبارك؟ عندك أنتنا ها؟ شو؟ ايش عندك؟ تنسى ابن ها؟ تنسى ابن خالته؟ هذا من هو هذا؟ هذا هذا ما هو غريب العلم. فارس الجماعة. اجلس يا ولد اجلس. فارس الجماعة. حطش حط سلاحك. هذا محصن؟ صالح شو؟ اجلس اجلس هون. هذا علشانك علشانك يا زليطان. ما هو فاهم كلامك يا ابن زليطان. هذا سريع وفهمه سريع وتلقاه ينطط بكل مكان بالقبيله بالقبيله. هلا بشوفه بيطمر بيطمر هيك بين القبيله. اي ايه شو اخبارك صالح؟ شو مرحبا. شو فيك صالح؟ انت فارس؟ بيقولوا عنك فارس. الله الله. شو هي غزواتك؟ والله غزيت واجد. إيه؟ وغزواتي ما تعد. انت غزيت على رجلينك ولا على الخيل؟ ها غزيت على رجلينك ولا لا على رجولي؟ احنا ما نغزي على الخيل. إيه؟ غزي على رجولنا. إيه؟ ما الشحم. هلا بتعرف للخيل؟ الله الله. شو بتعرف فيهن؟ والله كأن اللي تبي. عدد لي انواع الخيل. والله تبي خيل الركوب. إيه؟ ولا خيل الجمال ولا خيل اللي تبي. شو معنى بيقولوا دائما الكر والفر؟ هذا الكر والفر هذه في الركوب. ايه شو كر وفر يعني؟ شو كر وفر يعني؟ والله انك ما انت فاهم شيء. لو اعلمك من هنا على بكره. شو ابن زليطان ما تحترم حالك؟ والله انك احترم حالي لكن والله انك ما تديره. خل عنك بس يا ابن زليطان. شو هذا؟ انا اعرفه. ايه اسرع واحد في القبيله. ايه نقال علوم تبغاه يركض مع عيال القبيله. والله وظيفه نقال علوم دي حلوه. عشان الخبر ينتقل بسرعه عطه واحد سريع. ايه هذا صالح. شوف جاي مشق من هنيا من السرعه من السرعه. انت مو من السرعه. إيه يا جماعه. طيب ما تقول له يركب الخيل. تبيه يركب الخيل؟ ايه هذا اسرع من الخيل ما شاء الله. لا اله الا الله. مشكله بس احنا يعني نبغى نعتبره على اي يا صالح. اي ورى الشيخ ابن زليطان منه صالح. اصبر خله فك لك فكه فكه. يعيش من خالته. صفقوله يا جماعه. يعيش من خالته. يعيش من خالته. يعيش من خالته. ايه نجر. يعيش من خالته. ايه من خالته. شو بيعمل؟ يفك الخيل يا ابن زليطان. والله بيعرف. عطى شيله. عطى شيله. شيله؟ اي ايضه ايضه. هلا بذكر شيله كان بيقولها. اصبر اصبر يا ولد. اصبر يا ولد. أيه. والله فارس شفت شلون ركب الخيل؟ ايه وين تبره؟ على يمناك ولا الالبان؟ ابرم ابرم ابرم. شلون ابرم يا ابن زليطان؟ نبغاه يبرم. لا يصدم المصورين يا ابن زليطان. ها ايش عندك يا ولد؟ والله فارس شجاع. انزل انزل. رح 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 رح. وقفه وقفه وقفه. بهذا صنديد. وقفه بهذا اسد. ميهاب. وقفه وقفه. جميع الاسوده. حول ما يبغى حول كان. شو اي يا صالح؟ ها ودي اوري الشيخ واحد عندنا من افضل فرسان القبيله. احبه على الصعيد الشخصي. اي ورجال فارس حبيب نصوح. كل اهل القبيله يحبونه. ما في احد ما يحبه. شو ناده؟ من هو؟ ندهاني. هاني ترى سريع زيك. ونعم والله القطه الطراحه. ونعم والله بهاني. اي عامر نجر. شف شف شف. لا هي لا لا هو لا لا هي لا يا لا لا يا لا لا هو يا لا 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 يا لا لا يا لا لا هو يا لا لا لا. حيهم. مساكم الله بالخير. ما بالنور. اهلا وسهلا. هلا بهاني. اي شف يحلب واي فاي. يحلب بجيره واي فاي. شوف يحلب واي فاي. والله ضحكتني. سمى شيء.
هذا حليب شو؟ محزم المليان. من المحزم المليان قصد من الناقة. محزم الفاضي شوف طاح. هلا بهاني هلا بهاني. والله منيح لذيذ. لذيذ. على قلبك. على قلبك يا طويل العمر. طول لي عمرك، شو أخبارك؟ شلونكم؟ عساكم بخير. هلا بهاني. هلا. اسرح ولا أخوك. اصبر قبل ما استريح. هاني ألط في صدر المجلس. اي هو هذا مكانه، هذا مكانه. تبينا نقوم يا شيخ؟ قمنا. لا 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 اجلس اجلس. هذا هاني يا ايش اسمك انت يا ابن زليطان؟ ايه عند خط النار تبغاه يهجم؟ هجم. تبغاه يقعد؟ سريعة. يقعد. اي نعم. ايه هلا انت يعني بتحلب الناقة كثير. شوف هيدا حليب الناقة. شوف هلا عندنا قربة. وين هي القربة؟ الشيخ زليطان الله يرحمه بيي هذه القربة. حط القربة وينها؟ ايه هلا ابغاك تحط السمن اللي في القربة. بيي كان بيحب السمن. ان شاء الله. ايه شفت شلون؟ هذا هاني. شاء الله. هذا هاني. هذا هاني حطه على يمينك. اي والله مبين عليك اذا رجال منيح. هذا يا ابن زليطان شو عندنا قريت الذواويق سمي شيء عندنا امور انسانه. الله يسلمك. السمن هلا بيشربوه بالذقة قبل ما نخزنه. ما زين قريت الذواويق الا مبادرات هاني وراعي ايه الحصانه ايه وناس ان يا هاني ارحب. خلاص في كنز باخر الديره راح حفر لمين تلقاه. بسم الله تكال الله تترخص. يا هاني هاني سام يا شيخ شو بيك بتمشي بسرعة هيك؟ بتمشي بسرعة هيك؟ خاف الكنز يروح علي. أبغاك تشيل الفرس. شنو بساعدك؟ ودي معاك يا هذا يشيل الفرس؟ إيه هذا الفرس يشيله. هذا يشيل الفرس. لا لا, لا شفها. لا يشوتك لا يشوتك. ترى هاني عليه كل صح يا ابن زليطان. إيه جره مع ال شو اسمه هلا بيقولوا عنه سامي شيء سام جام. اي جره مع الجام ابن زليطان. إيه. ابى اروح وزبط الشباب وبجي ان شاء الله. بروح مو مشكله هلا بقول لهم قصايد. بقول لهم قصيده يا هاني سام قصيده كتبتها الخيل عطه عبد الكريم القحطاني وخليه يجي للشيخ عبد الكريم. ايه الشيخ يبيك يا عبد الكريم. ابن زليطان ابن زليطان عبد الكريم. ايه اسمي هلا ابن زليطان. يا هاني اسلم ابو نجر. يا هاني تعال عبد الكريم ابو نجر سمي عبد الكريم شيخ يبيك. يا شيخ تكفى يا شيخ الحلال يا شيخ. شو الحلال يا شيخ؟ طقوني يا شيخ الحلال نبدأ. لا إله إلا الله. شو مسك الخيل نبدأ. شو طقوني يا شيخ؟ تكفى الحلال 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 راح يا شيخ. شو الحلال يا شيخ؟ خلي خلي تعال شيخ الحلال الحلال الحق الحلال يا شيخ. هو يركب هو يعرف له هو يعرف يركب الخيل يركب الخيل الحلال يركب شو الحلال يا شيخ؟ إيه يركب الحق الحلال 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 الله يستر يا شيخ الحلال الحلال يا شيخ شوت وحقني يا شيخ الحلال. رح القبيلة الموازين واغزهم على طول. طقوني يا شيخ خذ الحلال بتحصلها على قبيلة الموازين يا شيخ الحلال بتحصلها على قبيلة الميزان هلا بسرعة بسرعة. شو لا 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 اسمع ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. انزل ابشر بالسعد. انت ركبت الخيل ابشر بالسعد. انت سمعتني ابشر بالسعد يا شيخ. راح دور على قبيلة الميازين يا خا يا شو اسمك عبد الكريم. ها عبد الكريم نفداك. ركبت خيل الشيخ يا عبد الكريم. اي ركبنا نفداك. قاعد تمون على خيل الشيخ يا كريم؟ الحلال راح يا شيخ حاول الجيبة وراح لما قبيلة خليدة أبشر على خلق خالد خالد يلا يلا انهج يا كريم. أهلا وسهلا كيف حالك يا شيخ؟ شو أخبارك؟ أنا دايم أتقاضى يا شيخ. تقاضى؟ اي نعم. يعني شو تقاضى؟ اقاضي شيء ولف عمك ذا ولد عمك ولد شو اسمه؟ عمي اي هلا إيه؟ عمو سرق حلالي. ايه سرق قطعه ارضي. ايه وانا جايك يا قاضي يا قضينا اللي بالحق ترضينا. حقه يرجع ارضي. حقه يسرق اللي وده. انا سرقت حلالك يا فيصل. ها ثمن كلمتك ثمنها. سرقت لا 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 انهج قبل ما اركبك الخيل يلا. لا 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 لا. انهج لله يا فيصل. عودة 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 منكم. هلا بعوضك بعوضك برد. عودة عودة منكم. عودة عودة نادي فيصل
نادر شو نادر تعال يا فيصل شو كله روح كله روح اتهمني رفع ضغطي عينه خير يا ربع عينه على ارض مجانحك بالارض يا رجال تعال ابغاك تعال شو دقيقه هلا شو عن اذنك عمو كحكح على راحتك هلا عمي جد سرق الارض سرق ارض كبيره ورجعتها لي ايش قاعد يقول لك نصها شو رجعت الارض لي لك نصها من مايا من ثاني مو مشكله شرب عزك انا عاوز يعني بدي اياك بدي اياك هو شو حري اسوي لك اختبار هي شوف القربه هي يعني بدي اياك تخضها لم خضر جربه ايه تخضها هي هي ما هي مشكله هيك ايه هي بس هذا اللي تبى شو ايه وترجع الزبد والسمن ايه وترجع لي النار ايه مو مشكله هلا ما تكتر الكلام يا يلا هلا يا عم ناور كذا ايه كمل شغلك ايه منيح منيح شغلك تعوذ من الشيطان الرجيم سرقت الارض والله ما اخذت من حلال ابيك شيء وانا قاعد انا حارس القريه لمين تجي يا زليطان ها الشيخ الشيخ زليطان الشيخ زليطان يعني عمره ما وصانا كبر قربه كبر قربه كبر قربه كبر قربه عرفت له شو عرفت له عرفت تبي تخوني تبي تعرفني انا اللي امنت القبيله عقب خيي تمسكها شو انت اصبر شوي يا ابن زليطان انا الحين موجود ها قاعد تناظر هوشاتي انا ولد اخوي صح ولا لا 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 هلا فيصل انقلع 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 ابى نادي لي واحد بس انا لاني مت ظما عندنا غدير بس اسمحوا لي ابى اخذ الكاميرات طعمه لذيذ اسمه غدير تانيا بدي اروح معك لا يا عقاب جيب لي مايه من غدير تانيا بارده هل جيب خلوا يجيب لي معاه من تبغى تبغى فارس جيب لي ولا تبغى واحد خيخي قل له شو شو نجد ونعم 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 يا عقاب والله بيض الله وجهك ونعم يا عقاب والله بيض الله وجهك وجهك وسود الله يعني لحيتك لحيتك ابن زليطان الوقت دهمنا ابي اجيب لك واحد صوته حلو هذا هذا بالاسمه اسمه بلبل الدواوي العندليب وفارس وخفيف ولطيف ايه ابى اقول لك في شيء بقول لك اياه بس بعد ما يجي ايه اسمه عبد الله العنزي اجيبه يجيبه يجيبه هي شوف هي عند المناده عندي مهارات يا شيخ عند المناده شوف شلون يجي على طول عندي مهارات بيقولوا عند الملاءه شايب عند الملاءه صبي اي شايب عند الملاءه عجبتك مهاراتي يا شيخ شو انت لاعب كره شوف هذه يا شيخ في لا 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 شو ما هي زينه يا شيخ هذه الهقاء على اذنك يا شيخ لازم اخذ الفلوس تعال يا عبد الله اعطيه قصيده دامنا هلا بفكر على المهارات اللي موال موال مالك شغل اكلم الشيخ عيونك حلوه عبد الله انت عنزي عطنا الدحه هلا هلا به يا هلا لا يا حالي في يا ولد لا يا حالي في يا ولد هذه حقه تخويف العدو من اول يسفت على يعني الحين الشيخ زليطان بيقول لي عنها الشيخ زليطان بيقول لي انها موروث ولقيتك شو اسمه الشيخ زليطان زليطان ما ينفع تقول كذا هاي هاي يا بيقولوا عنها شو هذه تقول لي الشيخ زليطان هيك كمان في فن اسمه دبكه هي فنون احنا في لبنان نعرفها بيننا احنا بلبنان بلدبك هيك شو ازهلني يا شيخ شو كيف شو ازهلها يا شيخ شو هي مثل مهارات هذا كريستيانو ذا يا شيخ ايه شو انتم هذا اللي يسوي كذا انا ما ادري هذا قزوعي يا ابن زليطان تعال عبد الله بتقول لي هيدا عبد الله فارس اي لا عبد الله العنزي قديش يعني فروسيته اوريك الحين هذا عبد الله ما يبغى له منادى يا عبد الله شوفي يا عبد الله رح لما الخيل يا عبد الله واركبه انت طلع يا شيخ اي يا هونك يا شيخ هي. ما في احد يعاونني لا يا عبد الله
يا عبد الله لا تبين انك كده ولا كده ولا كده يا عبد الله. لما يا عبد الله؟ يلا صدام مدح صدام يا عبد الله صدام حق السياره ازعلها يا شيخ. عطني الجامه لو سمحت ولا الدركسون. كبي عبد الله بسم الله على قلبك. شو هلا ما بيعرف ما بيعرف ما حط الجام بدون الشيطان بيقول لي بتحط الجام بدون يا شيخ كذا يا شيخ. انت 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 تخاف يا عبد الله؟ تخاف من الخيل يا عبد الله؟ وين فارس القبيلة؟ وين فارس القبيلة؟ قبل كنت أيه؟ الحين سيفي انا مسلم الواحد عنده معركة اذا جاء برجع شجاع. طيب اسمع لا يطيح يا شيخ. انت عندك خيل؟ انا ما علمتني يا عبد الله. شوف يا عبد الله دلعتك دلع ما دلعت غيرك. ركبتك بخيل شيخ القبيلة سابقا. ابغى شيلة املوبي وانا ادور بالخيل. كده كده يلا. أملوا بيوم قالوا كل غايب ياتي ياتي وثمان قفت بها الأيام ما تاتي بها وثمان قفت بها الأيام ما تاتي بها. الله الله يا عبد الله يا عبد الله غمارتين يا شيخ. يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله زمني الله يعطيك العافيه. انا تكني زعلتك قبل شوي يا شيخ. وين توديني؟ جوكم زين يا شيخ. هلا اجلس هون ريوس ولا اقولك ما تجلس. وين غدي يا شيخ؟ هلا في قالوا لي فارس عندكم اسمه عبد الرحمن الاحطاني موجود. ايه هلا ما هذا المادود حق القبيله اشوف شامته من هنا. قالوا لي فارس والله ما ادري بس ابى اشوف عنه اذا هو مشغول يصير فارس. عبد الرحمن الاحطاني عندك يا شيخ. سلم شو هذا حط كراس حط كراس في كتفه الا الكراس. شو اخبارك عبد الرحمن الاحطاني؟ هلا علموك هيك بتلبس البشت؟ بعلمك علم البشت لكن هذه هديتني يا عبد الوهاب حليب لونه وردي لبنتك اللي ابغى خطبها. اي سلمت يا عبد الرحمن سلمت والله ثم والله يا عبد الرحمن ان بنتي ما ياخذها غيرك يا عبد الرحمن. لونه وردي. ارتاح يا عبد الرحمن ارتاح. نجر نجر صب له قهوه صب له قهوه بيستاهل الشيخ عبد الرحمن. شو اخبارك؟ الله يسلمك. محسوبك الشيخ زليطان ابن زليطان. ايه شيخ شيخ القبيله الجديد قبيلتنا. على مال اللوز انت شيخ فلس. انت تشرب القهوه ولا بتاخذ طلبك؟ هذا شيخ قل لي قهوه. هذا حطيته شيخ من متى؟ هذا يا ابن زليطان قهوتك مو مشروبه. قل لي هيك قهوتك مو مشروبه. شو لكان مشروبة. شو طلبك؟ انا اطلبي بنت الرجال لا اتزوجها ما انا قالب البشت بعادي حالها. ايه والله انك تستاهلها يا عبد الله. انا ازوجها اجل ازوجك انت يا الخكري. شو ازوجك انت يا الخكري؟ شو بتزوج لكان بتزوج وهذا مهرها يا شيخ. بيعطي مهر اخطبوه. شكيتك لالله شكيتك لالله عن جد بتعطي له اخطبوط؟ شو يا عبد الرحمن الاحطاني انت وكحلتك هذه اللي حاطها شو؟ بعدين شو ما بيعرف يلبس بشت؟ يا شيخ سلامتك. انت مكحلينك بكاوة كفرات ولا شو مستبينك؟ ابن زليطان ابن زليطان اسمعي ابن زليطان. شو هذا نسيبي ولا تلمسه؟ ولا تقول الحين يا شيخ البس البشت شعره هذا الحين غزابه كل القبائل. البس البشت زين الحين يا شيخ لاني خذيت بنت فارس وشجاع وشيخ. والله مو لايق عليك مو لايق مو لايق مو لايق لايق لايق. تبي تدري تبي تدري تبي تدري ليه زوجته بنتي وضعها؟ شوف مهارته شوف مهارته. هذا عبد الرحمن شيخ القبيله. هلا شو اي طالما اي بتزوج بنتك اي عبد الرحمن الاحطاني اي هلا مالك مكان هون. انا ايه هلا بتنقلع من هون شيخنا. بنطلعك انت من هون
لا تشدها يا عبد الرحمن، هذا الوريث. ما احنا مطلعينك من هون. اي هذا الوريث يا عبد الرحمن. شو بتقول؟ كم ورثه يا ابو؟ يعني كني سمعتك بتقول كلمه. هو وريث عنده فلوس. شو بتقول؟ ما تقول الكلمه مره ثانيه، قول. لا ما يقولها، ما اذان صار. ما يعيدها. عبد الرحمن اجل زين. عبد الرحمن مد سلاحه علي يا ولد. لا خله خله، اللي ما اللي ما مد سلاحك عليه. عبد الرجوله. عبد الرحمن إيه، وري كيف تخض الزبده، وري كيف تطلع الزبده من الحليب، وابعلمه انك فارس وانك انت اللي تبيع الزبده لما القرى اللي حولنا. ما هو احنا اللي نبيع الزبده يا شيخ. ما يشري منك. نهديها يا شيخ. لا نبيعها الفخذ. فخذ امامي نبيعها الفخذ امامي ونبيعها الفخذ. شو هلا الفخذ امامي؟ هلا فخذ الامامي هو اللي شيخهم محمد الفهيد. اي وابو سلطان الطويل. اي قالوا لي هي. هلا شوف الزبده والسمن، يلا خذها خذها. قربه قربه. طيب عندي قربه هنا، ما تبوني اخذها؟ اخذها لك. لا خلها، خلني باخذها لك. انهق يا عبد الرحمن، انهق يا عبد الرحمن. ما في حيل نزوجه بنتك. شو هيدا يلا بيقوم. ما عليك، هو انقطع ظهره من خض القربة هالقربة هالقربة هالقربة، ويبيع الحليب، يبيع الزب، يبيع الامور الطيبة. تبغى بعده؟ والله مشيته يعني، عم بشوف مشيته. اي هلا ضبط. شو اسمه؟ نجر. نجر هلا نجر. ما تجيب لي الرشاش. ايه جاهزه يا شيخ، جاهزه يا شيخ، جاهزه. زينها يا عبد الرحمن، جاهزه. زينها. بتقول جاهزه؟ لا يا شيخ. شو استهدف الله يا شيخ؟ تتزوج بنت عمي؟ السلاح ما هو بزين يا شيخ. تتزوج بنت عمي يا شيخ؟ صل على النبي يا شيخ. بتقول بتزوج بنت عمي؟ صل على النبي يا شيخ. انا سمعته بيقول بتزوج بنت يا ابن الزيطان. شو ترى بنيتي واضحة. ايه ما عندها الا رجل واحدة وعميانة، ولا تشم ولا تسمع. بتقول له بتعتذر منه، بتقول ايه ما بيشرفنا، بس انها تاجرة. ايه بعرف انها تاجرة. ايه بتقول له هيك ولا قسما بالله والله ما تجلس هون؟ ما يشرفنا. ايه قول له قول له ما يشرف. هذا عندك يا شيخ. اجدع عقاله والله. لو يجدع لو يجدع ان شاء الله. شو ربع عقاله ربع عقاله عندنا اجدع ما يبي. عندنا كلمتين زي ما شرف ناس ما تعرفها. الله يحييك الله يحييك. خلاص يا شيخ. الله يحييك. خلاص يا شيخ. روح يا عبد الرحمن اعطاني، وما تجيب لي معاك ياسر، شخص بيقولوا عنه ياسر العبيسي. بيض الله وجهك. هذا ياسر علمك عنه. اقعد. شو علمك عنه ياسر؟ هذا شو يعني؟ هو عنده مواصفات هيك؟ بعد خمس دقائق ينسى اسمك ما يعرفه. سلام. اهلا وسهلا. حياكم الله. اجلس جنب الشيخ. اي ما شاء الله. حياك. ما تقرب هون. قرب هون. شو اخبارك؟ الحمد لله منيح منيح. الله يسلمك. الله يسلمك يا فيزان. تعرف في الرمي؟ في الرمي والله ما اعرف، لكن ان شاء الله راح اتعلم. شو ده لهجته بتختلف عنكم؟ عنده مشكله هو ولا ايه؟ هذا ايش كان مع قبيله الذواويق. ايه طلع له طال عمرك هاجر من القبيله مع راح مع حقين الميزان. اوه. واخذ له فتره، طلع واحد اسمه حميد هاجر ورجع بعده. هذا تغير لهجته. سلفتوا لقبيله الميزان؟ سلفناه لقبيله الميزان. إيه وان شاء الله انها ما ندري عاد من سلفه ولا بنخليه مع الذواويق. مع الذواويق احسن لي من الميزان. وها مع الذواويق اي احسن لي من الميزان. هذا كنا يعني رجل آلي. هي شوف قبيله فيها الخير والبركه. الله يسلمك. بدي اياك ترمي المخرج. لا شو لا ارمي المخرج. لا لك. لا لا انا شيخ القبيله. قرب. وانت جبت اذنه. ممتاز. يخرب بيتك. جبت اذنه. كويس. ايه اذنه كيف بيسمع؟ يجيب اذن جديده. يجيب اذن جديده. هلا بريء والله. الولد بريء. بريء ولا بريء؟ بريء ولا بريء؟ يا ياسر يا ياسر العبيسي، وريه شلون تركب الخيل يا ياسر. ايه شفنا مهاراتك في الرمي، هلا بنشوف مهاراتك في ركوب الخيل. يلا يا ياسر. يلا يا ياسر. انتبه انتبه للجام حق الخيل، امسكه شوي شوي وفك يسار يا ياسر. اي
من اليسار يا ياسر. شكل ما هو فارس يا عم الشيخ. وين الفراسه ذي؟ ما تعرف تركب وين؟ دورنا الليله. اي يفشلنا يا شيخ، اي يفشلنا. جات يسار، جات يسار يا ياسر. والله شوف صراحه والله يعني بشوف يسولف معه، بشوف ماله فيها، ماله في الخيل، ماله فيها. عطنا الخيل يا ياسر. الله يحييكم والله. شكلك توترت يا ياسر. اذنه والله. خلاص يا ياسر، من تبيه نادي سعدون؟ بتعرف تركب؟ ما تسحبه معاك هيك. اسحب ما يعرف يركبه. انا بركبه اذا ما يركب بالطين. إيه. والله بركبه بالغصب. إيه. لا والله خلاص والله. شو اركب لكان كيف؟ شرح لي. تعال من هنا. من هنا؟ تعال اليسار. من هنا؟ امشي. ياسر. سهل اركب. اي من يساره. اي طيحني يا ولد. تعرف والله يا نجير. كيف؟ شرح اطلع. اطلع شو؟ حيلك. اركب. قرب جرب الدبل الثقيل ممكن تزبط. ايه ارفع الرجل الثانية. يا سلام امسك. هي والله يا ياسر اضرب الخيل يا ابو امجاد وخليه يركض فيه. لا لا امزح امزح. يطيح الولد، يطيح الولد، يطيح الولد. ياسر والله مالك فيها. اي والله والله الفروسية في وادي انت في وادي. انزل انزل يا ياسر. شو رايك يا نجم؟ بسم الله على قلبك يا ياسر. اي بسم الله على قلبك. خلاص يا ياسر انت والله ما تصلح، ما تصلح والله. بجيب كره. ريوس ريوس دق الريوس من هون. اي تعال الله. نجر عونه. قول سعدون يجي. سعدون. اي سعدون هذا ما هي دكتور حق الحلال. الله هلا نادوا لي سعدون يا الربع. هذا رجال من الرجاجيل. هذا سعدون. شو هلا جاي في مجلس الشيخ؟ شو لا يا سعدون هذا الدكتور حقنا. هيدا كنا بنلبسه في لبنان. شو اخبار؟ انا لسه جاي من لبنان. لا لك ما تيجي جنبي. اقول لك سالفه. شو اخبارك؟ والله تقبل طمني على لبنان. الاكل على قلبي. شو هالحلاوه؟ يخرب بيتك. يخرب بيتك. شو حبيتك؟ شو قول لي على لبنان. انا جيت من لبنان. ايه وكنت مشارك ببرنامج. شو اسمه البرنامج؟ الزواقة. الزواقة. سرقوا لي غنداتي. شو سرقوا لي غنداتي يا شيخ؟ هيك مرة واحدة بيسرقوا لك غنداتك وما بتقول شيء؟ وجيت بأول طيارة. جيت الأول طيارة لمجلس الشيخ. ايه ايه قالوا لك اني ولد زليطان. والله قالوا لي انك انت اللي بتاخذ حقاتي. ايه والله باخذ حقك. حقاتي وحقاته. انتو عن جد سرقتوا غنداته؟ هذا يا شيخ ابن زليطان. إيه؟ هذا رجال كان ماشي سيده ثم انهد اللعب ثم مشى سيده. الاسبوع اللي راح جاب لنا ضيافه من وحده النشميه اسمها ام خالد. إيه؟ ألذ منها ما لقينا ما شاء الله تبارك الله. لكن الحين علمه يا سعدون شن سويت. علمه قبل ما تعلمني سعدون لكان بنسولف عن لبنان كثير. شو عبد الوهاب قل لي الحين القربة اي كم واحد هزها وخضها هيك؟ أربعة. أربعة ولا اثنين؟ اثنين. أربعة هاني وعبد الرحمن. اي سعدون أبغى يركب الخيل. ودي بجرب اللي هزوا القربة. أربعة. اي أربعة. اثنين. اثنين والله ترى انا لا قعدت الساعه طولنا. انا لا أربعة متذكر متذكر. هلا بدي اياك تجرب تخز القربه. الله الله القربه. شو ما تعرف لك نجر شو هي القربه؟ حقت اللبن. اي كيس القربه يا سعدون القربه. اي ما تخز نفسك انت. رقصها. رقص القربه. رقص يمين رقص يسار. رقص يمين رقص يسار. دامنا فيها ترقيصها رقصها. ايوه رقصها على مزاجك هيك. شو بدها كذا يا هيك هيك خليك رجال. ايه ايوه اطيحها خبطت. أيوة. راسي. شو السمن بتحرك؟ يا سلام السمن جمد. السمن لكان شو شكيتك لله. كنها خروفه مو مشكله. هلا والله انه هذا دكتور ما له وما له خض القربه ولا دقيقه اطرده. بس هلا في حشرات والله حتى لبسه ما هو لبسه. هلا لبسه وانا بشتري له طقم جديد.
هلا بتكون مع الجماعه يا سعدوك. عم بخليك بتنوبني نايب الشيخ. والله انك زيبان. شو انت من لبنان؟ حبيتك يا سعدوك. حبيتك انقلع هلا. انقلع بنقلع سوا بعدين. ايه مو مشكله بننقلع. شوف لنا ام خالد يا سعدوك. هلا اقول لك سعدون ما تناديني بدر. بدر مصعبي تبشر بها. ايه تبشر بها. تبشر بها. والله بيتكلم سعودي. سعدون اي هذا عاش السعوديه عاش لبنان عاش السعوديه. هذا جايب القربه معاه. هذا بيموت. هذا بيموت. شوف بيرضيك. بيرضيك هيك. بيقفيني. 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 خله انت بتموت. بموت. خله خلصك من الحين. خله خلصك من الحين دمك جوعان. ما يحتاج نخليك تشرب ولا خلي خليه يجلس هون. اشرب اشرب اشرب. شو اسمه؟ انتم ما تشربوا الابيله. ورني وجهه. الله يجزاك خير. اي هذا بدر المصعبي. ما تشربوا الابيله يا عمي. هذا طال عمرك يمثل نوب ينشد بالقريه. شو يعني؟ امس صار منشد نوب يمثل نوب معه دمع فيه وشه نوب معها نوب نوب معها وش وش ها وشه وشه يعني هيك مسطول. اي يعني يعني مسطول. شو بقول لك يعني مجنون. هو مجنون. ارتاح ارتاح. هلا عمو ما تجلس هون. هذا حيا بدر المصعبي حيا. عندي لكم قصيده. اي قول شو قصيدتك. الرجال هذا يطلع منها يقول اشتاق قلبي للمطاليب. مطاليق. اي شوق الحبيب اللي يتمنى حبيبه كنوز الرجال ولا كنوز الصناديق. المال والنشامه شجيبه شجيبه. رعاكم الله من عيون كل المخاليق. والله يصيب اللي بيلكم مصيبه. صيبه. الله يجزاك خير ابن زليطان. الله يجزاك. والله صح الله لسانك. والله حلوه يعني لما فكرت فيها هيك كلماتها حلوه بتليق. لا هلا بقول لك قصيده كتبتها. والله والله من النظره الله يسترها. شو القصيده بتقول؟ يا ونت ونيتها من خوارطة والناس رقود في لبنين. اي يا ونت ونيتها والناس رقود في لبنين. اي لبنين. والطيور الكناري بترفرف بترفرف. اي وطيور الكناري بترفرف بالجنحان. اي ما شاء الله. وطير طاير بشنافه. شنافه. ما في حدا إلا شافه. شافه. يلا الله. إلو عينين تنتين. تنتين. وإلو رجلين تنتين. تنتين. شو هيدا يخرب بيتك شو حبي. يا سلام. صح لسانك. صح لسانك. عيون تنتين. صح لسانك. شو لسانك. صح لسانك. شو رأيك بالقصيدة؟ ما شاء الله ما شاء الله. أنت. أقول لك أنا بكتب قصايد. بكلية القصايد. الكلية الكلية الجامعة الكلية الثانوية الكلية الكلية. يا بدر يا بدر. هلا والله. صرف نفسك يا بدر. الله يسلمك. تعال الله يا بدر. هلا بسألك سؤال. تفضل. أنت بتحب المعارك؟ المعارك؟ لا 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 هذا هذا ما عمره ما عمره سلفناه على ابن محفوظ. أبسلفه أبوديه منا رجال سيدة. لا والله بيستاهل. بسلفك. بسلف خالد. بسلف خالد بدر. انت بتستاهل. تستاهل السلف. الله يسلمك. ايه سلف ايش؟ عندك اختبار له؟ مشكله بتعرف السلف عندك بعدين. اختبار له قبل ما تسلفه. بدي اياك هلا. كم صار القربه؟ القربه هلا هلا بدي اياك تخز تخز القربه هذه. ايه شيخ ابشر ابشر طال عمرك ابشر. ايه ابشر طال عمرك ابشر. والله وافي. ابشر طال عمرك ابشر. نجر بعونك. شو اخبارك؟ خير طال عمرك. كيف يسوي؟ ما تاخذ بدر تفله فله يعني يا عامر. عامر شيخ عندكم يا شيخ. تعرف شو فله؟ عامر خذ بدر وروح اسمر انت وياه هلاله اجازه من الخيمه. لا 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 ما نبي تغزو ولا نبغاك. الله يجزاكم خير. تصبح على خير يا عقاب. انت من اهل يا عم الشيخ. تصبح على خير يا عقاب. هلا الشيخ زليطان علمني كيف بصيد الارانب. الساعة كم يا شوف الارنب. شوف لا تصيد المخرج. لا تصيد المخرج. خلني بصيد الارنب. شو شو طع
وشلون؟ طاع؟ طاع، بيقول سلاح طاع. الله المرحوم انها ما سوابنا خير يا منه يجيبك. شو؟ لقيتهم معطيك لوكيشن قرية وش اسمها؟ شو؟ قرية هلا هلا عمو انت بتشوف حبة الخال اللي في وجهك؟ اي صايرة كنا خلية نحل. انت شفت سنك؟ ايه الدريشة هالمفتوحة. انت شفت سنك اللي اياه؟ تبغى افتح لك سن ثاني؟ بتنكت على الشيخ؟ لا 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 ايه لا كان ما تهدى. اذا محشوم الشيخ انكت عليه وانا ها ها شفني على خط النار تبيني اذبح نفسي عشانك؟ لا 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 هلا معي رشاش هلا معي رشاش عشانك يا شيخ. هلا يا شيخ انت مو شيخ انا الشيخ شو؟ اي بقول لك هلا عمو اللي هلا الشباب اللي جونا اي في ناس قالوا اصايد اي واخر هذا اللي يثور عليك يا مو مشكله الليطان ترى كنت ما تعرف لا وفي ناس برضو ركبوا الخيل ايه ركبتهم لك الخيل وفي ناس خياله وفي ناس خزوا القربه اي ايه وفي ناس شجعان اي عطني الماء ايه هلا بدك الماء عطشتني عطشتني وقته عمو مين عجبك اكثر؟ مين بتشوف نسلفه للجماعه بتاع الفخز الميزان؟ انا والله اعرفه خالد إيه؟ خالد بن محفوظ إيه؟ شيخ قبيلة الميازين إيه؟ ابو سكسوكة إيه؟ البيضاني هذا هو بيكون ابن عمه ابن عمنا على فكرة عرفه إيه؟ ودايم يجي لقبيلته معه مروان مروان السيد السيد إيه؟ طويل ريحته حلوه دين عود يحبون الشجعان إيه؟ يحب الفرسان إيه؟ يحب اللي ما يحب اللي ياخذ القربه ما يحبه ما يحبه ما يحبه يحب اللي يركب الخيل يعني افهم من كلامك هل انه اللي بيركب الخيل هلا بيروح الخالد ابو محفوظ اي شو اللي يركب الخيل يروح الخالد محفوظ وعلمك اسماءهم ولا تحافظهم هلا والله نسيت اعطيك الاول ايه خليل بن تركي ايه هذا خيال فارس ايه الثاني أبا أقول لك ها. من خالته برضو بيروح الخالد من هو؟ من خالته صالح صالح النجاشي؟ إيه بيروح لمخالد؟ بيروح الفخز قال هذا خالد بس محفوظ. علمني عشان الكشف عشان أحسبهم لأ بدخلتهم القرية الذوال البقية كل اللي ركبوا الخيل خالد؟ بيروحوا على طول على الميزان عطني أسماءهم عشان ما أنساهم مو لازم هم بيعرفوا ما بتعرف تفرق بين الشجعان هلا عمو لا شو عمو مناوي عارف ايه هلا هم بيروحوا عارف إيه والله يستر عليهم اللي يبغى يغدر بنوام هلا في واحد اي واحد في الفقره إيه؟ حقت شو اسمه خالد خالد محفوظ ايه ايوه هلا إيه ايوه ايه في واحد من الربع اللي جماعة خالد أبو محفوظ ها جماعة الرياجيل والربع إيه؟ واحد منهم بيستشهد الله يسر عليه إن شاء الله بيطلع برا بيروح مرواح وايل ياسمين الله ياسين الله 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 إيه؟ إيه؟ الله يحفظه إيه؟ الله يحفظه الله يحفظه وعدنا إن شاء الله وختام فقرة حلوة إيه؟ ما قصرت انت يا ذاك يا ابراهيم ايه وانت يا ذاك يا عبد الوهاب يعطيكم العافيه نلتقي ان شاء الله بالحفل الختامي السبت مو بالقادم اللي بعده في امان الله هلا بطلوا بطلوا قطاع 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 يا سلام